بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد والي جهة رباط سلا القنيطرة، السيد رئيس الجهة، السادة عمال أقاليم الجهة، السيدات والسادة المنتخبون، السيدات والسادة أعضاء اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، وحضرات أي السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، أود أولا وقبل كل شيء أن أعبر لكم عن خالص سعادتي بإلقاء هذه الكلمة بمناسبة انطلاق أشغال المناظرة الجهوية للتنمية المستدامة بجهة الرباط سلا القنيطرة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي نعتبرها اليوم محطة من المحطات الهامة ببلادنا لكونها ستساهم لا محالة في تعبئة كل الفعاليات بالجهة حول هدف إرساء أسس تنمية جهوية أكثر استدامة، استدامة اجتماعية واستدامة اقتصادية واستدامة بيئية. وتعتبر مناظرة الرباط سلا القنيطرة التي تنعقد بالتوازي مع جهة الدار البيضاء سطات المحطة 12 لعقد المشاورات الجهوية الموسعة، والتي سنختم بها اليوم اللقاءات الجهوية. ونتمنى أن يتوج هذا اللقاء بمخرجات وتوصيات هامة التي نتوخى من ورائها النهوض بأوضاع الجهة وتحقيق أسس التنمية المستدامة وتنزيلها على أرض الواقع. وفي هذا السياق نبقى متيقنين من الدور المحوري الذي قد تلعبه هذه المبادرة الهامة، لكونها ستمكن كل مواطن وكل مواطنة من المساهمة في إعداد السياسات العمومية والمشاركة الفعالة في بناء مستقبلنا المشترك. حضرات السيدات والسادة، كما تعلمون انخرطت بلادنا في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة منذ مدة، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات لتجويد إطار عيش المواطنين وتعزيز أسس اقتصاد مسؤول وأكثر استدامة، مع طبعا الحفاظ على البيئة. ولكن رغم الجهود المبذولة، نحن ملزمون اليوم أن نسير أبعد في هذا المجال وبسرعة أكبر وبعزيمة أقوى من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة. وبهذه المناسبة لن يفوتنا أن نعرب عن امتناننا وتقديرنا الكامل للجهود التي بذلت على المستوى الجهوي، على المستوى الترابي، والتي من شأنها تعبئة كل الطاقات من أجل إشراك الجميع إن شاء الله في مناقشة ديمقراطية ومناقشة شفافة لرهانات التنمية المستدامة، لأخذها بعين الاعتبار في النسخة المحينة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي نحن بصدد إعدادها. ولأننا جد واعون بالدور الذي يجب أن يلعبه كل مواطن وكل مواطنة في تحديد أهم الرهانات وأهم أولويات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، قررنا تنظيم هذه المناظرة الجهوية للتنمية المستدامة معكم من أجل تمكين جميع الفاعلين من المشاركة واقتراح حلول جديدة، حلول مبتكرة، وأهم من ذلك المساهمة الفعالة في إعداد السياسات العمومية ببلادنا. هدفنا اليوم هو تعزيز الجهوية المتقدمة. هدفنا اليوم هو تعزيز التنمية على الصعيد الجهوي وجعلها أكثر استدامة، أكثر استدامة اجتماعياً، أكثر استدامة اقتصادياً، وطبعاً أكثر استدامة بيئياً. وكلنا أمل أن تمكن مخرجات أشغالكم اليوم من تحليل الواقع والوقوف على الرهانات الأساسية ذات الأولوية بالجهة، وكذا اقتراح الحلول القادرة على جعل التنمية الجهوية تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامة.
وفي هذا السياق نعتبر أن تنظيم هذه المناظرة فرصة سانحة لمساهمة الجميع في إبداء الرأي حول رهانات التنمية الجهوية، وكذا لدينا قناعة راسخة أن النقاش الذي سيتم في هذا المجال سيمكننا من تحديد رؤية مشتركة حول المستقبل الذي نطمح تحقيقه لكل جهات المملكة. فحضرات السيدات والسادة، علاوة على ما سبق ومن أجل توسيع النقاش حول تحيين هذه الاستراتيجية، الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، حرصنا على إطلاق منصة تفاعلية لاستقاء آراء وتطلعات المواطنات والمواطنين داخل وخارج الوطن وإشراكهم في إنجاح هذا الورش، هذا الورش الذي هو مهيكل وضمان أن مخططات العمل التي سنعتمدها ستستجيب لتطلعات جميع المواطنين وجميع الفاعلين في القطاع الخاص والمجتمع المدني نساء ورجالا وشبابا. لذا ندعوكم لتخصيص حيز من وقتكم للاطلاع والتفاعل مع هذه المنصة من أجل تمكيننا من معرفة انتظاراتكم واقتراحاتكم لتحقيق تنمية مستدامة لبلادنا. وأخيرا حضرات السيدات والسادة، إننا اليوم محتاجين أكثر من أي وقت مضى لانخراطكم الفعلي ومساهماتكم القيمة من أجل تحقيق مستقبل مشرق للجميع. فنجاح أشغال هذه المناظرة الجهوية سيمكن من تحديد التدابير التي يتعين اتخاذها لتعزيز التنمية الجهوية القادرة على تكريس العدالة الاجتماعية وتشجيع التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية والنهوض بأوضاع المرأة والطفل والأسرة وضمان الحق في التنمية للأجيال الحالية والأجيال القادمة. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أجدد شكري الخالص للمنظمين ولجميع الفعاليات المشاركة، وأن أتمنى لكم جميعاً كلنا التوفيق والنجاح في أشغال هذه المناظرة الجهوية، ووفقنا الله لما فيه خير لهذا الوطن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.